للحديث أكثر عن تكرار الميليشيات في العراق استهداف القواعد الأمريكية ثم يعني التنكر أو التنصل من المسؤولية عن هذا القصف وموقف الحكومة في العراق من هذا القصف مع حليفها الأمريكي، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل حساني. سيد كامل، بداية مرحبا بك. ما هي غاية الميليشيات من توجيه هجمات صاروخية لقواعد أمريكية بين الحين والآخر؟ يعني هذه الميليشيات تعودنا عليها انه تتحدى الوجود الامريكي مثل ما تتحدى السلطات العراقيه الوطنيه. نعم. هذا هو للاستمرار ب ولكن هذه الميليشيات يعني دائما بعد كل استهداف هي تنكر هذا الاستهداف، يعني تصدر بيانات بالبراءه من هذه الاستهدافات. هذا ما تعودت عليه، لانه تعرف انه الاداره الامريكيه ستكتفي بانتقام ضعيع عشوائي زياده وستقف هذا الحد، خاصه اذا كانت المستهدف الذي استهدفوها غير معروفين، وستنتقل الى الجانب السلمي وانها غير قابله على هذا الاستهداف وتعود مره اخرى. الغايه منها اظهار التحدي و بث الرعب حتى امام السلطات الوطنيه وبين الاوساط الشعبيه. وزارة الدفاع الأمريكية اتهمت من وصفتها الجماعات الشيعية المسلحة بالهجوم على قاعدة التاجي وتعهدت بالرد. كيف تتوقع أن يكون الرد؟ هل سيكون ربما ردا شاملا على هذه الميليشيات أم أنه سيكون محدودا؟ لا، احنا تعودنا من الردود الإدارة الأمريكية أن يكون محدود. ليش؟ لأنه الإدارة متفهمة أن الوضع بالعراق لا يتحمل مزيد من التصعيد، خاصة وأن السلطات العراقية هي بالحقيقة رهينة بالميليشيات والفصائل المسلحة. وزير الخارجية نعم أكمل سيدي. والرد الأمريكي سيكون محدود ومرضعي ومن انتقامي، وقد يعني يستهدف بعض الفصائل التي اعلنت صراحه انها ضد التواجد الامريكي، وننتهي وتبدا صفحه جديده وهكذا ستستمر طالما لا توجد حساب. والاداره الامريكيه متفهمه ان السلطات العراقيه فاقده القدره على محاسبتها، وكنا تابعنا قبل اسابيع انه وزير الخارجيه نفسه طلب من السلطات العراقيه محاسبه الميليشيات، لا بل حتى السفير الامريكي بنفسه ذهب الى مكتب رئيس مجلس القضاء وطلب منه التحقيقات التي اجراها القضاء باستهداف السفاره الامريكيه والمصالح الامريكيه في العراق في بيان اقترن القضاء نفسه. وطبعا النتيجه لحد الان. السيد كامل، وزير الخارجيه البريطاني يقول ان بلاده ستدافع ضد هذه الاعمال نحاسب المسؤولين عنها، هل تتوقع دخول أو تدخل بريطاني على خط معاقبة هذه الميليشيات في العراق؟ نعم، ربما سيتدخلون بالتعاون مع الأمريكان ويسمون التعاون الدولي ويستهدفون بعض الميليشيات اللي هي متهمة بهذا الاستهداف وتنتهي. أما أنا يصبح الرد مواجهه شامله، هذا مستبعد خاصه في الظروف الحاليه والعالم كله مشغول في موضوع وباء فيروس كورونا. الى اي مدى تتوقع يعني ان الحكومه الان في بغداد هي محرجه او ادخلت نفسها في حرج؟ كيف ستخرج الحكومه في بغداد، ستخرج نفسها من هذا الحرج الناتج عن قيام ميليشيات تتبع مؤسساتها العسكرية والأمنية بمهاجمة الحليف الأمريكي؟ للحقيقة كل الأطراف
تعلم انه الحكومه العراقيه والسلطات العراقيه هي رهينه بميليشيات، يعني احنا بدينا الميليشيات كانت تقهر السلطات، الان الميليشيات والفصائل الاجراميه اللي يسموها الحشود الشعبيه الان وصلت الى اصحاب القرار، صاحب القرار مجلس النواب والسلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وحتى اعضائها وصلوا الى السلطه القضائيه. فما عاد انه احد يحرج، هي ستكتفي مكاتب عمليات ودار الدفاع ومكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحه لاصدار البيانات الانسانيه التي تستنكر. طيب. هذا نعم، مع ان الميليشيات تنكر يعني بعد ان تقوم باستهداف هذه المواقع تنكر ذلك، يعني ماذا لو قدم الأمريكيون وثائق دامغة عن أن الميليشيات هي من قامت بقصف القاعدة أو استهداف القاعدة، قاعدة التاجي؟ ماذا لو قدمت هذه الوثائق إلى الحكومة في العراق؟ يعني تتوقع أن تقوم الحكومة بملاحقة المهاجمين قانونيا مثلا؟ لا، السلطات العراقية عاجزة، وهي دائما السفارة الأمريكية والقوات الأمريكية وكل التحالف الدولي دائما يقدم المعلومات التفصيليه والبيانات الى السلطات العراقيه وتحتفظ بها السلطات العراقيه وتمشي وتبقى كل الاستهدافات ضد مجهول، يعني هذا هو الواقع. نشكرك شكرا جزيلا. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل حساني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.